والله أنا ميكانيكي، كنت بتلتمر جنب المخزن السوري، كان شغلي ممتاز. من فترة الأزمة ضعف الشغل من وراء القصف، من وراء المشاكل رفعوا الأجارات، قمت نقلت على القرية، خلى شغلي هين تعبان. كان شغلي بتلتمر كويس، والله تراجع بنوبة على الأخير، ما في شغل. أما هني كان عندي حركة، في عندي زبونات، يعني بالأسبوع يجوز شغلتي مطور مطورين ثلاثة حسب الشغل، ما كان شغلي واقف. بس وقت انتقلت هنا فترة الأزمة ضعيف، ما في شغل. كنت أبيع قبل القصف على القضيعة، كنت أبيع 5-6 قفاص فروج. ألا ما عاد أبيع قفص بالنهار، يا قفص يا قفص ونص. يعني تراجعت حركة الفروج والشراء والبيع كثير لورا. الأسباب بسبب قصف الاحتلال التركي على المناطق، وهجرة بعض الأهالي من هاي الضيعة. يعني كان تعداد القرية يجوز ب 50 عائلة، هلا ما موجود بها 15 عائلة موجودة بالضيعة، كلهم هربوا إلى مخيم ديريك.